بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين يا سيدنا يا عظيم. الآية اللي مش نبدأ بها حديثنا هي 117، يقول ربي فيها: إن يدعون، أي المشركون خاصة كرب، إن يدعون من دونه، أي من دون الله، فعوض يدعون الله وحده وكفيهم وشفيهم، هما مخ مقلوب فارغ من كل نور وكل حكمة وكل علم. إن يدعون، شوف ربك كيفاش يوصف فيهم، إن يدعون من دوني، أي من دون أن يدعو الله، مقابل غياب دعوتهم لله يدعون إناثا، يعني آلهة، يعني تبدأ أصنام وتبدأ مزينة ومشكلة كأنها إناث، عندهم هما كما تقول أنت ربي ما عنده حتى قيمة. هذاك علاش هو أربابهم يجب تكون إناث، لأنهم يعني هما لا يعطيوش لربنا قيمة. وهذا العرب فعلا كان جاو يعطيو قيمة لربي ما كانوا كرب. مش تعرفوا كيفاش الإسلام كي جاء عدل الأمور، صح الأمور، ولات العرب خير الناس، منهم النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم الرأي الأول في العموم، إلا سلمان الفارسي وبعض روم وبعض أفريقيين وهلو مجر. نعود إن شاء الله تعالى.